في يوم سعيد. نهاركم أسعد الأيام، نهار الخير والبركة عليكم اللي منتم تسمعوا فينا. هذا صباح جديد معها أمل جديد، معها فرص جديدة، معها أخبار حلوة، معها يا ربي تكونوا انتم في صحة وفي عافية. ومعنا نحن باش تبدأوا نهاركم على الموجات هذوما الكل. معنا تبدأ نهارك ساسم بالخيرية، خبيرة مدربة دولية في تطوير الذات. نهارك أسعد الأيام. صباح النور، صباح الفل الناس الكل. نفرحوا كل ما تكون بحذينا. وحمد لله ديما تحضر علينا في محاضر مزيانين. الحمد لله. معناها ملي تجي وانت تكوتشي. لا الحمد لله، أنا ديما فرحانة كي نبدأ معاك. عايشك يخليك. ساسم اليوم موضوعنا شوية هكا سبيسيال، ندون نحضروا العودة المدرسية، أما من زاوية متاع تاع ساسم بالخيرية. كيفاش ترى؟ باش تبدا القضيات، باش تبدا خذ لي وديسيجن، باش نبداو نتناقشوا عليها، شنو نعملوا، شنو نشريو، فين نقيدوا صغير، كيفاش نهزوه، وين نجيبوه، المواضيع هذيك الكل. دونك باش نحاولوا نقصوا شويه الاختلافات والمشادات واللي مالونتوندو اللي نجموا يصيروا. فما تقنيه صغيرونا هي مواقع الادراك، لي بوزيسيون دو بيرسيبسيون. كيفاش نجم نحط روحي في بوزيسيون نتاع الشخص اللي انا نتناقش معاه، ونشوف بنظرته هو، نشوف بطريقته هو الامور، باش نحاولوا نقربوا وجهات النظر. نحاول زاده كيف كيف نخرج نحط روحي في بوزيسيون نتاع مراقب، نشوف وضعي، نشوف وضع اللي انا نتناقش معاه، الشخص اللي انا معناتها في حوار ولا في نقاش معاه، ونشوف الامور من زاويه علويه، من زاويه محايده. شوف هذا شنيا في مخو، شنيا يخمم، شنيا نظرته، كيفاش عمل الريزونمون تاعو، ونشوف الشخص الاخر زاده كيف كيف، ونحاول نقرب وجهات النظر ونخرج بقرار، ولا نخرج باختيار، ولا نخرج في معناتها بكونكليزيون في الاخر اللي ترضي العباد كلها. وتظهر لنا صعيبه الحكايه، هي تقول انت انا معناتها انا طرف وانا الحاكم في نفس الوقت، معناتها انا باش نخرج، معناتها انا الحكايه تهمني انا، ومن بعد انا باش نبعد شويه ونحكم عليها من بعيد، وهي راهي من بعد يظهر لي حكاية تمرين مع الذات. هي تمرين وهي تخيل، هي الحكاية كلها باش تصير عندك في مخك، ما انت يعني انا هذه هي التمس لأخاك ألف عذر ولا اكثر شويه من التمس لأخاك عذر. هي شوف اخاك علاش خمم هكاك، حاول تقرب الأخاك في طريقة التفكير نتاعو، وفي طريقة نظرته للأمور، في طريقة تحليله للأمور من زاويته هو. شوف احنا ساعات في حاجات بسيطة على الاخر، معناتها في حياتنا العادية في الدار، باش نقعد ناكل في البلاصة هذه، وراجلك ولا مرتك ولا صغيرك يقول لك لا انا نحب ناكل في البلاصة هذه، ساعات تقوم عليها الدنيا بطبيعة. وقت اللي انت كنت تحط روحك علاش هو حب يقعد غاديك، علاش حب البلاصة هيك بالذات يقعد ياكل فيها، تحط روحك في بلاصته، كيفاش خمم وقتها، بتاتخ عنده حاجه يحب يشوفها قدامه، بتاتخ عنده بوزيسيون هذه في البلاصه هذيك ترتحوا. جوست انت هكا شويه سكوندات من وقتك حط روحك في بلاصته، علاش خمم هكاك، حاول تقرب. كيفاش نجم نخلط لها المرحله هذيا؟ حبش نقول لك علاش كوتش، على خاطر ساعات ماهوش يقول لك هبه الغش هذيك، ولا الهبه هذيك نتاع التوتر نتاع الصباح الجري هذاك، هو اللي ساعات يخليك ما تحكمش في نفسك، باش تقول اي ترى نحط روحي في بلاصته. وقتها ما نحط روحي في بلاصه حتى حد، اعطيني ساعه في بلاصه روحي وقت سعيد، اعطيني تسلك، وهذاك يخرج يخدم، هذاك يخرج يقرا، وهذاك لو نحكي ورانا نحضر في روحنا لعوده مدرسيه، وهذا ما قاملكش في الوقت، وهذا ما حابش يفطر لك صغيرك، ما حابش يفطر لك، وهذاك فتفت في القاعه وانت ما احنا نساء معناها دينا وشوينا شكون يفتفت لنا، وهذاك مس الكيس اللي ما لازموش يمسه، والى غير ذلك. ملك حكايه الصغيره، التفاصيل الصغيره اللي ما جات حتى شيء، اما تقوم عليه القيمه في الدار الصباح. اكزاكتومون. باش نذكرك بحاجه صغيره احنا الكلنا عندنا منها، انت الصباح وقت اللي تحضر في صغارك باش يخرجوا مثلا باش يمشيوا يقراوا ولا باش يمشيوا يخرجوا، مش عندك اسمع هذيك خرجوا خليه يسبق هو خاطره هو مهين شويه، اسمع خليه هذيك يقعد في البلاصه الفلانيه على خاطر يحب يغزر من الشيره هذه. صحيح. على انت اش معناتها هذيك؟ انت تخمم تغزر من شيرته هو، من طريقته هو. يعني احنا التقنيه هذه ولا المهاره هذه عندنا بطبيعتها،
احنا نعرفوا اولادنا ولا رجالنا ولا انسانا ولا اخواتنا ولا والدينا يعني العباد اللي قراب لينا نعرفوا في حاجات كيفاش يخموا كيفاش يتصرفوا في الموقف الفلاني كيفاش يتصرف. احنا جوست باش نزيدوا نعزوا باش نزيدوا نطوروا من هالمهاره هذه والتقنيه هذه في مواقف الاختيار والا في مواقف الاختلاف. احنا عندنا في الحالات العاديه ما تعنا في حياتنا حياتنا العادية تعرفوا شنو يحب البلاصة اللي يحب يقعد فيها أي في كده واحد مسك مخه يعرف الحكاية هذوما الكل وقتاش ما عادش يعرفهم كي ما عادش يفقد السيطرة على نفسه. علاش أنا نحكي لك في الحكاية هذه باش نقول لك اللي الباز راهي موجودة عندنا الباز الأساس نتاع التقنية موجودة عندنا حاضر شيلزم تاو شوية تمرين كيفاش؟ بالتكرار بالتكرار. أنا اليوم تحطيت في موقف مثلا باش ناخذ قرار ولا باش فما نقاش في العائلة احنا ثلاثة من الناس ولا احنا زوز من الناس يا خويا نسهلوها انا وراجلي ولا انا ومرتي باش ناخذوا قرار في موضوع معين اختلفنا انا تشبثت برايي هو تشبث برايي وما وصلنا لحد شيء. انا باش يكون مني العقل باش نهدى شوية باش نطور شوية من المهارة نتاعي باش قلت يا هو علاش خمم هكاي هات خلينا نحاول نغزر من النظرة نتاعو مش سور لو شون نعاود نرجع مش فك الفوعة نتاع النقاش على القليلة فك الفوعة اسكت مثلا فك الفوعة قول به تيا توا حسيت توا خلينا نبعد شوية خلينا نخش خلي اون سو كالم توا من بعد نحكيو عندنا احنا مثل يقول لك بدل الساعة بساعة بدل الساعة بساعة هي راهي حاجة بسيطة ساعات انت واقف تقعد راهي تبدل لك الاحساس نتاعك معناتها انت تغزر اليمين تولي تغزر اليسار تبدل لك الاحساس كله معناتها هي فريكسيون سكوند. اما نوقف وناخذ شويه وقت انا نحط روحي في بلاصته هو زعما هو علاش خمم هكاك زعما هو علاش حب الديسيجن هذيك تكون بالطريقه هذه ولا الاختيار نتاعو كان هكا. نحاول نخمم بطريقته هو بنظرته هو من زاويه النظر اللي واقف فيها هو اللي يشوف فيها هو. انا نتمنى لكم نهار راحه البال ونهار وسع البال وحاجات كيما هكا انا نحبهم الصباح على خاطر ما نحسوش بيهم نخرجوا على اعصابنا ونخرجوا متغشين وعاملين مشكله ساعات مع ولدك ولا بنتك ولا مع امك ولا مع ابوك ولا مع راجلك ولا مع اخوك مع اللي تتقاسم معاهم كل المكان والزمان في كل لحظه هذيك وهي حل سوره القخيط. فما حد شيء فما حد شيء فما بدل الساعه بساعه بدل فكرتك حط روحك في بلاصته ممكن شويه صمت ينفع كسكيت هذاك محليه كلينا ساكت ساكت عن قصد معناه ساكت نحن نبعد شوي. هذوما كل حاجات ديزاستوس تقنيات تمارين في الحياه يسهلوا عليك الدنيا الكل وفما بالك الصباح. فنهاركم اسعد الايام الناس الكل هكا بدينا نهارنا نحن مع سوسن بالخيريه من بعد شويه طقسنا زعما شنو احوالو شنو اخباره ناخذوه من بعد الترتيحه هذيا مع الموسيقى ناخذوه من المعهد الوطني لرصد الجوي.